الله مو شايف. والله ما قدرنا نسوي شيء. ليه المنظمات؟ هاي انا عمري 65 سنه ما مرت علي مثل حكايتها، يعني بحياتي ما مرت علي. متقرف من برد ودنيا، شو بدي احكي لك يعني؟ اكثر من هالمعاناه يعني الساعه 1:30 بالليل مين يطلع من برات بيته بهالبرد وبهالهواء وبهالمطر؟ انا وبرضا وهشام سكيف هون اهل كفر تخاريب الله يجزيهم خير، فتحونا المدرسه هون عرفاشون مشان نبرك فيها نتقوى فيها. تبركنا هون ثلاث ايام عن جماعه، في ناس لفونا عندهم الله يجزيهم خير. هلا حتى المدرسه فتحونا اياها نبرك فيها.